يعني نبدأ من مدينة غزة. القصف الإسرائيلي تجدد على مناطق في وسط مدينة غزة، هناك استهداف لبرج الغفري، هذا البرج الذي يضم مقار للطواقم الصحفية وبعض المؤسسات الصحفية، تم استهدافه مرة أخرى اليوم أو قبل ساعات من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، استهدفته بشكل مباشر. أيضا في شرق مدينة غزة في حي التفاح وحي الدرج هناك أيضا استهدافات من الطائرات الحربية الإسرائيلية على عدد من المنازل، وهذه المنطقة تشهد اشتباكات بين وقت وآخر محمود. المنطقة الشمالية لقطاع غزة في مخيم جباليا بيت لاهيا هناك أيضا استهدافات من المدفعية الإسرائيلية في الجهة الشرقية من هذه المخيمات، بالتزامن أيضا مع استهداف من الطائرات الحربية الإسرائيلية لعدد من المنازل في الساعات الماضية. خان يونس هناك 63 ضحية أحمد في غارات في خان يونس. نعم، ولكن المنطقة الشمالية محمود منزل لعائلة أبو علبة، تم استهداف هذا المنزل، أكثر من 70 ضحية حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في هذا الاستهداف لهذا المنزل. خان يونس 63 ضحية منذ ساعات الفجر الأولى وحتى الآن في ظل طبعا الاستهدافات المستمرة وأيضا القصف الإسرائيلي المستمر من الدبابات الإسرائيلية على بعض الأحياء والمناطق في مدينة خان يونس المأهولة السكان، وبالتالي التركيز أيضا هو على خان يونس وعلى المناطق الوسطى، المغازي، البريج، دير البلح، النصيرات، هذه المخيمات تتعرض إلى سلسلة من الغارات الإسرائيلية، إلى قصف من المدفعي، قصف من الطيران الحربي الإسرائيلي، وسط أيضا اشتباكات لا تتوقف في هذه المنطقة، المناطق الوسطى لقطاع غزة. وأيضا كما ذكرت مدينة خان يونس يعني على أشدها، هناك عملية برية مستمرة، هناك أكثر من 7 ألوية تقاتل في مدينة خان يونس. الجيش الإسرائيلي يقول بأن القتال معقد مركب في هذه المدينة خاصة في الأطراف الشرقية لمدينة خان يونس.